بالنسبة للسخانة في الظهر يعني السخانة في الظهر أفضل زيت أفضل زيت يدلك لموضوع السخانة خليط من زيت الزيتون وزيت السمسم الزيتين هدول يتم فيهم تدليك الظهر من أسفل إلى أعلى من أسفل إلى أعلى يعني من تحت لفوق وليس العكس هذه في حالة السخونة وإن شاء الله راح يستجيب كثير